صباح الهنا وصباح الرزق وصباح بداية إن شاء الله حلوة، بداية الأسبوع وبداية قرارات جميلة وبداية كده خطوات رائعة وبداية العودة مرة تانية بإذن الله. نقدر نقول للأهلي زي ما اتكلمنا في الفترات اللي فاتت، عادي جدا ممكن القوي ممكن رقم واحد، ممكن دايما البني آدم الناجح يتعثر، لكن بيرجع بسرعة جدا إن هو يقف على رجليه مرة تانية. وأولى يعني زي ما بتقال كده خطوات الإصلاح، وأولى الخطوات اللي إحنا كنا منتظرينها بشكل كبير جدا، والتصريحات اللي كنا منتظرينها. وزي ما بتقال كده أنت كيان وليك ظهر، يعني أنت كيان كبير بس ليك ظهر برضو، فأي كبوة بتحصل أنت بتقدر أن أنت تلم الموضوع وتقف وتدافع عن حقك وتطالب بيه كمان، مش الموضوع بيعدي كده وخلاص. احنا كيان كبير جدا وتاريخ كبير جدا محدش ينسى دي، وهنتكلم في كل التصريحات اللي كابتن محمود الخطيب اتكلم بشأنها، لان هي حاجه محترمه جدا، وقال كذا حاجه على الجماهير وعجبتني جدا وعجبت ناس كتيره جدا. لما قال لك الناس يعني ما بتأثرش معانا في الفرح، عادي في الفتره اللي هم زعلانين مننا فيها لازم نستحملهم، احنا لازم بنستحمل بعض، لان هو ده او هي دي العيله، العيلة بتعمل كده.